وللمزيد من التفاصيل حول جهود الدولة المستمرة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان، ينضم إلينا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من داخل مستشفى أبو سنبل بأسوان. إليك. بالفعل نحن الآن في مدينة أبو سنبل وتحديدا في مستشفى أبو سنبل الدولي العام. هذا المستشفى الذي حظي يعني نصيب الأسد في استقبال الحالات المرضية والتعامل معها الخاصة بالوافدين من دولة السودان الشقيق منذ بدء الأحداث، وما زال ولكن بشكل ربما يكون أقل من البداية، ولكن ما زال يقدم خدماته الطبية والإنسانية للوافدين. وللمزيد من الإيضاح معنا السيد الدكتور محمد أبو الوفا مدير عام مستشفى أبو سنبل العام. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، يعني أنا بشكر حضرتك على الحضور. وبداية احنا يعني من بداية الأزمة كان في توجيه كبير من معالي رئيس الجمهورية ومعالي وزير الصحة ورئيس أمانة المراكز الطبية متخصصة إن احنا نرفع درجة الاستعداد لاستقبال الأخوة الأشقاء القادمين من السودان في حالة إصابات أو حالة عياء، وبالفعل تم رفع درجة الاستعداد، ودي شملت عدة محاور معانا. المحور الأول هو رفع الكوادر الطبية البشرية سواء من الأطباء أو من هيئة التمريض، رفع الأرصدة اللي خاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية. الكلام ده كله احنا بدأنا فيه، طبعا بدأنا استقبال أول حالات لينا كانت يوم 24 أبريل تقريبا لحد يعني تاريخ اليوم استقبلنا حوالي 342 حالة. مستشفى أبو سنبل الدولي كانت هي مستشفى الاستقبال الأول أو مستشفى الإحالة الأولى اللي بتستقبل الحالات القادمين سواء من المعبرين أوقسطل وأرجين. استقبلنا 342 حالة، معظم الحالات الحمد لله خرجت تحسن من قسم الاستقبال، يعني حوالي 215 حالة خرجوا تحسن من قسم الاستقبال، وفي حالات اتحجزت بقسم الرعاية المركزة وتقدم لهم الخدمة الطبية اللازمة، وفي حالات كانت ليها تدخل طبي جراحي عاجل اتعاملنا معها، وفي حالات اتحجزت بالقسم الداخلي، وفي حالات يعني احتاجت بعض الفحوصات او الخدمات الطبيه غير متوفره بالمستشفى دي تحولت لمستشفى مستشفيات خارج مدينه ابو سنبل، يعني مستشفى اسوان الجامعي ومستشفى اسوان التخصصي. فيعني الحمد لله الازمه يعني تعاملنا معها بتعامل كويس جدا، والناس كانت على يعني قدر تعاون كبير مع الاخوه الاشقاء سواء من الناحيه الطبيه، او في ناس يعني او في مجموعات من الناس كانت في الناحيه الاجتماعيه برضه في استقبال الحالات. يعني الحمد لله يعني الناس بتقدم الخدمه دلوقتي زي ما هي وموجوده، وبنرفع درجه الاستعداد باستمرار، وبنحاول نحافظ على الارصده اللي خاصه بالمستلزمات الطبيه والادويه والحاجات المطلوبه كلها بارصده تكفي لمده اكثر من 3 شهور، وان شاء الله ربنا يعدي الازمه على خير، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نسوق الازمه بسلام ان شاء الله. زي ما شفنا مع الدكتور محمد ابو الوفا مدير مستشفى ابو سنبل العام، شفنا جهود ورصدنا جهود المستشفى وتعامل الاطقم الطبيه مع الاخوه الاشقاء الوافدين من السودان منذ بدء الاحداث وحتى يعني لحظتنا، وتحياتي.